Fatwa-fatwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Innal hukma bit takfir laysa li afradin nas wa laysa lil majahil laysa lil ladzina yaktubuna fil internet فنجد أنهم يذكرون فلان عالم وهو مجهول ويتكنون بالكنى أبو قتادة أبو الدحداح أبو بصير وليس لمن عرفوا بالفتنة بالتكفير من صغرهم كالمقدسي ونحوه وإنما التكفير للقضاة والعلماء الربانيين أهل البصيرة لأن هذا الأمر من الأشياء التي تسبب الخوف ولأن انتفاءه يسبب الأمن وهو موضوع خطير وأمر كبير والله عز وجل وصف المنافقين بقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فصفة المؤمنين أنهم في مثل هذه القضايا يردون الحكم إلى العلماء بالسنة العلماء الربانيين وعنهم يصدرون وإذا رأيت الرجل مولعاً بالتكفير حريصاً على التكفير فاعلم أنه على طريق ضلالة التكفير الذي ورد في الكتاب والسنة وفهمه العلماء المرجع فيه إلى العلماء والحرص على التكفير الناس وعلى إلحاق الناس بالكفر ووصف الناس بالكفر هذا دليل على الانحراف في الفكر.